ليان، احنا مستمرين ببرنامج صباحنا غير بتسليط الضوء على جميع الفعاليات والنشاطات الثقافية والاقتصادية والفنية في معرض دمشق الدولي. وخلال أيام المعرض استضفنا العديد من المواهب السورية الشابة، واليوم معنا ضيف موهوب فنان تشكيلي خريج كلية الفنون الجميلة من 20 عام، وهو يرسم خطواته الخاصة في الرسم لتكون ريشته عصا سحرية بين إيديه تبدع لوحات فنية لها رونق خاص. ضيفنا لليوم الفنان التشكيلي محمد طريف المشارك ضمن جناح الحرف التراثية. يسعد صباحك. أهلا صباح النور، يعطيك العافية. الله يسلمك. يعطيك العافية أستاذ محمد. بالبداية خلينا شوية نتعرف عن الفنان محمد، خلينا نتعرف يعني كم سنة صار لك بترسم، كم سنة صار لك بتشارك وبتقدم لوحات فنية مميزة. أول شيء صباح الخير. صباح الخير لست الوالدة. بالنسبة للفن بحياتنا كان منذ الطفولة أكيد، لكن على الأيام وتجربة الأيام والممارسة طورت. بعد الدراسة بعد البكالوريوس تلمت بمرحلة في كلية الفنون الجميلة، كملنا دراسة في كلية الفنون الجميلة، فكان الاختصاص بقسم التصوير جامعة دمشق، واستمرنا من الأيام يعني من طفل. هي بتكون الحركة الفنية مو إنه تعليم أو شيء، بتخلق مع الإنسان موهبة وإحساس ومشاعر. واكتملت، والمواضيع اللي شاركنا فيها بالايام هاي خاصه بظل الازمه في احياء التراث الرابع بدمشق، شاركنا باعمال فنيه بتحكي عن قصه دمشق وعن احياء دمشق وشوارع دمشق واسواق دمشق. والمعرض الثاني اللي كان هو ضمن معرض دمشق الدولي بالمركز الثقافي ابو رمانه، كان الموعدين يعني انه مع بعض دمشق الدولي ومركز الثقافي ابو رمانه. طيب نحن ببرنامج صباحنا غير عم نستضيف العديد من المواهب السورية الشابة وعم نسلط الضوء عليها مشاركة ضمن المعرض، خلينا نحكي عن مشاركتك ضمن جناح الحرف التراثية. نحن مشاركنا طبعا بنشكر وزارة السياحة اللي أهلتنا الفرصة، والأستاذ مرهف اللي أهل الفرصة إنه نشارك بالجناح السوري. طبعا كان المشاركة باللوحات الدمشقية واللوحات الدرويش المعروفة، هي كان لوحات درويش تحكي قصة جلال الدين الرومي والروحانية بين الإنسان والخالق عز وجل. واستخدمنا الأسلوب الجديد اللي هو الرسم بالسكين، نعطي فكرة جديدة طبعا. وبظل الأزمة نحن كان المعرض له أثر واضح لكل الناس، كانت الناس بدل ما تفكر بالحج إلى مثلا للكعبة كان حج السوريين إلى مدينة معرض دمشق الدولي. نعم. وكان في مبين يعني ورسالة لكل العالم طبعاً، نتمنى إنه اللي برا يرجع لجوا، عطيكي ويرجعوا يستمروا بالعمل، لأن كل اللي موجودين برا البلد المو سوريين عم يجوا لسوريا لحتى يتعلموا الحرف السوري. هلا صناعة البسط البروكار مثلاً بغض النظر عن لوحة دمشقية، العالم اللي برا عم تجي لهون لحتى تتعلمها. المزيك السوري، المزيك العجمي ما بينكروا إنه طبعاً ما بينكروا إنه والله بسوريا موجودة هاي الرسالة أو موجودة هذا التاريخ أو موجودة هاي الهوية. والحمد لله رب العالمين، يعني بينبسط اي سوري واي كان اللي اجى على معرض دمشق وشاف الناس لسه عم تشتغل اشياء، فكروا انه الناس انهارت، الناس عم تموت. الحمد لله رب العالمين الناس مستمره وعم تنبض بعمل. نحن ما عم نذكر يمكن انه في ازمه او حرب، لكن الحياه مستمره، الحياة مستمرة. رغم كل الظروف نحن مستمرين. الإرادة كثير كبيره يا أكيد. نور اكيد مثل ما ذكر الاستاذ محمد يعني بالاعداد الهائله من الناس يلي توافدت للمعرض ومن فننا العريق، نحن اكيد بدنا نتشكرك كثير، واكيد نتمنى لكم مزيد من التالق بالفن السوري واللوحات الدمشقيه. بس بدي اقول لك شغله، كان في لوحه شارك فيها الله يرحمه المرحوم غازي الخالدي بمدينه المعرض القديمه، فرسم لوحه بانوراميه ضخمه، كان لو كان الوقت يتاح لنا كنا انه سوينا لوحه اللي بتشمل معرض دمشق الدولي باشخاص اللي جايين. اذا بدنا نقول للناس اللي عم تمشي مشي لحتى تفوت هون، كانت لوحه بانوراميه حلوه، هي دليل الترابط الموجود، حتى الناس اللي جايه من برا ما صدقت اللوحه الحلوه الموجوده. واكيد نحن نقلنا جميع نشاطات وفعاليات والحضور ضمن معرض دمشق الدولي. فنان محمد طريفي الفنان التشكيلي السوري، بدنا نتشكرك على وجودك معنا، واكيد نوجه تحيه لكل الفنانين السوريين المشاركين ولجميع الحرفيين السوريين المشاركين ضمن معرض دمشق الدولي. شكرا كثير لك. يعطيك العافيه. شكرا كثير.